المنصورية التي لا تزال تزف عريسها راي حموش. وصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق موفدا من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري معزيا. أنا عم بقول لك يا بي اقبلوا لي ابني. من والد غاضب بصمت إلى والدة يحترق قلبها أكثر مع كل يوم يمر. ما هي وزبتنا الله لا يحرق قلب حدا من هذا القلب. يعني احنا بدنا نشوف الله يقويكم توقفون. لا لا كله متوقف. لا ما بقى في اولاد. ان شاء الله بين عدم لا ما تشوف. جلس الوزير واعدا بتحصيل حق راي وجعل قضيته عبره. يمكن يكون الخسارة تخلص شباب غيره. أكيد أكيد. لما يمشي حكم الإعدام الناس بترتدع وتتربى وتطب وإن شاء الله بيكون هذا درس لنا كلنا وكل أولادنا. واجب العزاء هذا لم يكن عاديا بالنسبة إلى والدي روي، فكان الأمل بألا يهدر دم عريسهما. نحن بالأساس أملنا بالدولة كبير، ونحن بنشكر الوزير بنشكر كل الأجهزة الأمنية. عندكم أمل أنه ممكن يصير في إعدام بحق أمل بالله وبالدولة، نحن ما قلنا أمل إلا بالله وبالدولة. وبحس مع دولة الرئيس الحريري هذا الموضوع، وهو موافق ومتحمس لتفعيل القانون الموجود حاليا بأحكام الإعدام، وفخامة الرئيس اتفقت معه أنه بعد التنين بنقعد بنناقش شو الطريقة حول هذا الموضوع. التفاهم السياسي البسيط عبر يعني إشارة سياسية واضحة للقضاة، لأنه هذا قانون ساري المفعول، مش أنه بدك تعمل قانون جديد. فبصير إذا صار فيه توافق سياسي عليها بيكون عليك. ليه نحن ما منبلش بالأول منسحب رخص السلاح؟ لأنه عدد كبير من المجرمين بيّن أنه سحب جزء كبير فيه، يقلك أنه سحب تلتين من رخص السلاح حتى الآن بالأربعة أشهر الأخيرة، وهيدي بوزارة الدفاع صارت. إذا طلع قرار بتطبيق الإعدام، هل سيكون قاتل روي أول شخص يطبق بحقه الإعدام؟ هذا بيتعلق بالقضاء. توفي روي والدولة تعد بأخذ حقه وببلسمة جراح عائلته، ولكن من يبلسم جرح جوني رفيق روي الذي سيبقى مفتوحا في ذاكرته طول حياته. لعل سعد، قناة الجديد.